وين راني؟ وصلت لأكبر مدينة مهجورة في العالم. شوية رعب على بالكم. هذه المدينة اللي تسمى بمدينة الأشباح أو فورست سيتي. لكن وش قصة هذه المدينة المعزولة؟ وعلاش تحولت من أكثر مدينة متطورة وذكية إلى مدينة مهجورة ومعزولة؟ جماعة الخير وجدوا رواحكم لمغامرة جديدة باش نكتشفوا جانب آخر لماليزيا. يلا بينا. كلنا نعرف أن ماليزيا من الدول المتطورة في آسيا ووجهة سياحية مفضلة للعالم، لكن فيديو اليوم احتجت أن نخرج من المدن السياحية وضجيج المدينة وتوجه ليكتشف وجه آخر لهذا البلد. على بعد 4 كيلومتر من سنغافورة يوجد مدينة على هيئة جزيرة صغيرة في غرب ماليزيا، واللي تلقب بمدينة الأشباح، واللي راح نكتشف قصتها. اللي احتلت من طرف الطبيعة، راح نشوف بنايات، فنادق، مطاعم، حتى مراكز تجارية، كلها فخمة لكن مهجورة في نفس الوقت. يلا بينا إلى رحلة جديدة نكتشف هذه المدينة الغامضة. جمعة الخير، صباح الخير عليكم، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. اليوم رانا متواجدين في مدينة جوهور بهارو، يعيطوا لها لهنا جيبي، جاية في جنوب ماليزيا. جينا لهذه جوهور بهارو باش نكتشفوا واحد المدينة غامضة لهنا في ماليزيا، تبعد حوالي 30 كيلومتر من هذه المدينة، ولكن مع الأسف الشديد كاين طريقة واحدة باش نوصلوا لهذه المدينة، وهي لازم علينا ندو تاكسي، لأنه حافلة ولا قطار ما كاش مع الأسف الشديد. المهم هذا هو الحي اللي راني فيه، الله يبارك ما شاء الله. لا عرفوا من احلام نجيبوا وحده جيب هكذا. المدينه اللي راني فيها كثره الصينيين بزاف، يعني الجاليه الصينيه كاين بزاف، يعني الهنود والماليزيين قلال. كما راكم تشوفوا الحاله راهي تصفر لانه مازالها بكريره 7:30. الحاجه اللي تلاحظوها واللي تعودنا في الفيديوهات السابقه انه كل مدينه لهنا في ماليزيا عندها العالم الخاص تاعها، هذا هو العالم الخاص بمدينه جوهور بهارو. بين التطبيقات اللي لازم تستخدمهم لهنا في ماليزيا باش تطلب سائق هو انك تستخدم انجرايف ولا جراب، هذا زوج التطبيقات المشهوره لهنا في ماليزيا. ننصح بانجرايف لانه خليك دير السعر تاعو. دوك نفهمكم كيف هنا نديرو اسم المدينه اللي رانا رايحين لها هي فورست سيتي، هو يقول لك دير السعر تاعك، نبداو ب 30 رينغيت دراهمنا، واحد 120,000. مشكل كبير، قلت لكم بلي حتستقام لي غاليه، هذا برك الي والروتور راح نستقام لي 120,000 اخرى، يعني هذه الرحله حتستقام لي بزاف بزاف. هذا مشكل كبير انه ما تقدرش ديبلاسي بالحافله، ولكن في اخر معليش ديرو فايند درايف. دوكا اذا شفت باللي سائق ما قبلش بهذا السعر تبدا تزيد له واحد رينغيت واحد رينغيت واحد رينغيت. ها هاي جاتني 36، كنزيدو نصبرو 39. شفتوا الاسعار كيفاش يبداو يجوكم 30؟ اوه هذا 30 ما شاء الله. هاكا ناكسبتيو العرض تاعنا ونستناو الشخص يبدا يجي السائق تاعنا. اه هذا هو، شوفوا الماتريكول دائما نورمالمون كيف كيف. Good morning. Morning. From Araba. Yes. Where? Algeria. 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 Yes. Algeria. Very good football. Yeah, huh? Yeah. Very good football. Yes. هري يحمل قدام قصر مع شوية. Tourist or what? Tourist. Yes. Tourist, huh? Yeah. Yes. No, study هلا. No, tourist, tourist. Tourist, ها؟ دوكا احنا ندو طريق تاعنا باش نروحوا لهذه مدينة الأشباح اللي تعتبر مدينة غريبة بزاف بزاف. But if you drinking people, near they good. No drink. Ah, so near they alcohol cheap. Alcohol cheap. Cheap. Okay. Cheaper. Whiskey or cheap. All cheap. Okay. But you know, no drink. No, I'm Muslim. No drink. الحمد لله تماك المشروبات الكحوليه اللي بزاف بزاف رخيصه، يعني يروحوا لتماك الناس فقط باش يسكروا. هذه علاش يسموها مدينه الاشباح على حساب شوفه، كاين ماشي الاشباح باقي الاشباح البشريه راهي لتماك والله اعلم. هيا نستمتع شويه بالطريق. شير يو كوم تو الجيريا؟ 1990. في 1990 هو قال لكم بلي جا الجزائر. Go to France and then go to Holland. Holland. Okay. And you go to Cairo. Egypt. Before Algeria. Before Algeria. I stay at Cairo. You stay in Cairo. How was it Cairo? Is good? Okay lah. Okay lah. Next time you should back to Algeria. Welcome to Algeria. Hope lah. Hope lah next time. Yeah. Inshallah. هو قال لكم باللي في 1990 كان عنده ترانزيت في الجزائر، يعني راح لمصر باش يدخل اوروبا، كان دار ترانزيت تاعو في ميناء الجزائر. تسمى هذا علاش قال لي كنت في الجزائر في 1990، انا ما كنتش كامل زايد. الان بدينا نوصلوا لمدينه الاشباح فورست سيتي. كما راكم تشوفوا هذه المدينه اللي انا جينا لها. الله يبارك ناطحه سحاب راهي هنا. سمعت. اوكي الحمد لله اليوتيوب تاعي.
انا وصلنا لهذه المدينه المهجوره او فورست سيتي، والله بالعربيه مدينه الغابه، يعني ما عنديش ترجمه تاعها بالضبط. هذا السائق اللي جاب لي حطني مع الشط، قال لي باش تقدر تشوف سنغافور، يعني هذا هو البحر وسنغافور تلقاها من هنا. ولكن حاجه اللي لاحظتها drinking zone، يعني مساحة تاع الشرب الخمر فقط لهنا. السائق قال لي بلي لهنا يجوا الناس فقط باش يشربوا، لانه لهنا المشروبات الكحولية ما فيهمش لاطاكس، ما فيهمش الضرائب، ويلقوا باسعار بزاف بزاف رخيصة. بكا واقع نلقاو الناس راهم يشربوا لهنا، والله ما على بالي، وراني وحدي ندركم تسمعوني، نسمع غير في صوت هذا، ما على باليش اسكو غراب والله كاش طير من الطيور. شوفوا هذاك الدراج. في الفيديو تاع اليوم راح يكون فيديو غريب بزاف بزاف، يعني مدينه متطوره بزاف بزاف ولكن في الوقت نفسه مهجوره. باش تروح تدخل في الرميله، شوف هاد الدرج كيفاش دايرينهم، كيفاش راهم شادين رواحتهم هادو. واو شو هم بداو يصغار، وانا جدي كبير الله يبارك يا محينك. لازم نطلعوا القمه جدك. او لا لا، ولكن مثل طلعناها والهبطه من شو كاش راه يضيق. كثره المدينه كبيره بزاف بزاف، يعني ما كاش حافلات لهنا، يعني باش ننتقل دركا من بلاصه لبلاصه لازم ندو طاكسي، والله ما على باليش، ماني فاهم فيها والو، ماني عارف مين راح نبداها كامل، لانه واش قريت عليها في الانترنت ما كانوش عليها فيديوهات توضيحيه، ولكن راح نكتشفوها مع بعض. يعني واش راح تشوف، يعني راح تشوفوا معايا كلش. بصح الحاجه اللي لاحظتها انه هادي كامل ماشي مهجوره، راهم خادمينها بالله يبارك ما شاء الله. شوفوا برك المقا، شوفوا بركي تكون تمشي لهنا راحه نفسيه، يعني ما تامنش باللي هذه مدينه مهجوره. والله راني غلط، اذا راني غلط قولوا لي. شوف كيفاش مخدومه الله يبارك، هذه اي جايتني منتجه، هم دايرين للمكالمات الاضطراريه، كش ما يصرى لك ولا الاخر تعبز لهنا بالكاميرا وبالميكروفون. اشكيت كاين برك البنايات اللي مهجوره، انا شكيت كاين الطوموبيلات المهجوره. باش نوريكم دوك البنايات، يعني راح نكتشفوا المنطقه وحدنا وحدنا، ومن بعد تماك تبان وين نروح. وهذه وشنو كوكسينال هذه الدحسوقة يا اخي العزيز، حتى الطوموبيلات مهجورين هنا. يا حبيبي يا حبيبي، حبست تفتح. الله يبارك الحالة، كيفاش راهي؟ هي معمرة بالفنادق اللي هنا، يعني ما كاش فقط بنايات سكنية، يعني كاين فنادق تاني وراهم مازالو يعتنوا بها. الحاجة اللي لفتت لي انتباهي وانا ندور في هذه الجزيرة، انا راني نعتبرها جزيرة لانه جاية وحدها كامل، هذه المدينة انه كاين الكوكونات. ما قدش كيفاش نطلع على بالكم، صعيبة بزاف هذه باش تطلعها، لازم تطلعها تربط برجليك واحد الحاجات لهنا وتبدا تطلعها، وهي كشغل جاية مايلة على بالكم، طلع تجيب فيها واحدة كوكونات. بصح هذوما ماهمش يبانو طايبين، هذوك اليوم يبانو طايبين. نحكي لكم الخلوي بأتم معنى الكلمة، هنا جيت تخلوى، هنا إذا جيتو ماليزيا والله ننصحكم تجيو ليها. هذه هي الكوكونات، شريكي فريش، طاف الجدار اضربها يا خويا على قلبك. عبركم ودا راني نمشي لهنا، بان لي واحد القارب، وهذا القارب بالك على حساب ما اظن مهجور هو تاني. اولي هذوك السيد نروحوا له، رحت لهنا نجيب خيمه في جوهر بار، وين راني كاري الكرا بزاف بزاف غالي، يعني ديباسا لي 200 ألف في هوستل، انا قاعد في هوستل كبسوله، وداك فانا الوقت باذن الله في الليل راح نوريه لكم. هي لو كان جبت خيمه وبلاصيتها لهنا في البحر، ولكن راهم كاينين البلاكات تاع حذاري الكروكودايل، حذاري التماسيح يا اخي العزيز. هذا كله كان يخرج لي تمساح هنايا، هذيك البلاكه دانجر كروكودايل هاوتي، اللي يمشي وسوس عباكم ما يخرجش معكم دوكا. لكن يخرج لي تاني كمل تحت، الانسان يبدا يخاف على بالكم. كاين قوارب مهجورين تانيك يا خويا، واحد يجي يدير لافير يا راهو يشوف الفيديو تاعي، غير الزرب ولافير راهي هنا يا شريك. شنو هذه الحشره داك، وشنو هذا؟ عباكم مالغري راني وحدي بصح توسوس، وكما راكم تشوفوا لهيا راهي كاينه سنغافور، يعني رانا في الحدود بين ماليزيا وسنغافور. يا ودي لو كان ما كانش تماسيح لو كان نعطيتها دركا ما تأملوش، اسكو راهي غير لهيها عليها سنغافور. انا توسوست من هذه المدينه، مدينه شابه كاينش خدامين ولكن عباد ما كاش. الله رقبضني توسوس، تجي تلقى قارب ما شاء الله كيما هذا وما في حتى واحد. ما نعرف يا خوتي، واش رايكم؟ بعد عليا الحشره دوريش بيها، ارحم بابا.
ايه حطو هكذا نمشيو شويه في الرميله نحركو شويه رجلينا حتى الرميله تاعهم ماشي اللي تلصق لك باسكت تاعك كي تكون تمشي. بعد ما تنسوش باللي راح نطلقو القمري تاعنا شريكي، القمري تاعنا راح يقرع الجنه كامل من الفوق، شوف لنا صحاسكم مهجورين ولا لا. نمشيو دوكا في الشط كي ليها بصح راه كاين عشب اخضر لتماك والتمساح بطبيعه الحال يجي اخضر سبب ما حبيتش ريسكي بعمري نمشي لهنا. جيت لهنا للرميله جيت في الوسط، اذا جا صدم منا راني نشوفو، اذا جا صدم منا راني نشوفو، وربي يستر هذا مكان. دوكا جا الوقت باش نروحو الاماكن المهجوره، يعني رايح لهادو البنات هما ذوما المشاريع اللي كانوا دايرينهم واللي ما سكنهم حتى واحد، سكنوهم ولكن فئه قليله، يعني هو مشروع تاع ولا 70,000 سكن ودوكا راهم ساكنينهم فقط 6,000 شخص هذا فقط. درت مع الحارس هناك قال لي ما كاين حتى حاجه تقدر تشوفها تماك، وقال لي ما تروحش لتماك. ما على باليش علاش قال لي هكا، ما على باليش انتردي والله، هما باسكو عيطوا لها مدينه الاشباح، يعني هما يعتقدوا انه في اشباح في البنايات. وربي يستر على بالكم، انا رايح بالقران الحمد لله، راني متوضي مصلي صلاتي ومتوكل على ربي، واش نزيد اكثر؟ واش راح نزيد اكثر؟ راكم تسمعوا غير لي طراس تاع رجلي كي راني نمشي. يا ما شاء الله نبدينا ندخلوا اماكن مهجوره، نسينا نهضر غير بالعقل كيما هذا. شو راه مكسر يا العين. لو خلينا المركز التجاري مورانا دوكا جينا الجزء الخلفي، تعرفوا كيفاش المكان راهو مهجور. يدخل ما يخافش ما تحكش بروبليم. على ديت الريسك لكم باللي رياض ما يرونديش دايرين الكراسة طوابل سمع لينا خرجوا منا قبل ما نطيحوا في بروبليم. لو كان نطيحوا في بروبليم كبير كبير على بالي ومانيش في بلادي جراي تصوني الله ما لقيتش نادي العيد تصوني كيف يا اخي نخرجوا ان شاء الله برك ما يشوفني حتى واحد. هذاك والله خفت غير طلعت بدات حاجه تصوني مبلغين والماتريال من الداخل له كيما راكم تشوفوا. سين طلعوا منا خرجنا في بنايات اكثر عزله من الاماكن المهجوره اللي هنا اللي لفتت لي بزاف بزاف انتباهي، يعني منتجع سياحي لوكس نقي ولكن مهجور. شوفوا خوتي ان شاء الله برك نشوفوا منا منا ما كاين حتى واحد. نفتح واحد زوج ثلاثه بسم الله. شوف ماتريال تاع سبور قال لهنا جديده. شوفوا رياض كيف شوي قرعج اخوتي انا نروح قبل ما تحصل فيا ثاني كيقولوا سرقوني. ماتريال تاع سبور جديد جديد مهجور يا خوتي. انا مو واحد يدخل داخل كش ما يدي. كما راكم تشوفوا معايا يسموها فورست سيتي، يعني مدينه الغابه، وصحة سكنتها الطبيعه. شوفوا البنايات كامل كلاتها الطبيعه، كوينترو تلقى الحشيش كلا كامل البنايه سماها اسم على مسمى. هذه هي قلت لك الطبيعه سميتها عليا خليها عليا. ولك كيفاش مشروع تاع 100,000 دولار 100,000 دولار راه هكا راه هكا مهجور معزول. تعرف الفساد وين تروح تلقى الفساد، فساد ايفريوير في كل مكان تلقى الفساد، لا حول ولا قوه الا بالله. باش تشوف هادو راه خساره وتشوف البلد عندهم بزاف فقراء وليحين المدينه هكا للجن، خلوهم يديروا الاشهارات على المطاعم تاعهم كما راكم تشوفوا هنا موجودين وكلش. يعني دوكا جينا لاحد المراكز التجاريه باش نكتشفوا مع بعض نشوفوا اسكو هذا المركز التجاري ثاني مهجور ولا لا. هذا بسم الله الرحمن الرحيم يفتح يا سمسم شتي تفتح. لا بزاف بزاف نقي يا حبيبي. خريطه لهنا كينيا الجيريا شريكي. هذه هي المجسم تاع المدينه تاع فورست سيتي كما راكم تشوفوا. اللي تعجبني فيهم انه يتهلاو في بلادهم، يعني من حاجه صغيره تلقاهم يطوروا فيها بزاف بزاف. يعني نحكي لكم على هذا المجسم اللي كبر بزاف بزاف، شوفوا مساحه تاع المجسم هذا. يعني نحكي لكم هذا قايتك حبيبي، وشوف هذوما البنايات حتى وكاين ملعب تاع كره قدم ما نقدروش ندخلوا لداخل. شوف اللي كيفاش تولي مع الضوا وحبيبي خرافيه. شوف داروها فورست سيتي لها غطاء نباتي مغطيه كامل الغابه مغطيه كامل المدينه. اي بسم الله. الحاجه اللي راني لاحظها انه الناس راهي تشري القرا تاع الشراب بالكونتيتي شريكي بالفاردو، اباك الفاردو هكا شادينه ويمشوا. شحال من فاردو تاع الشراب اللي عايش. الحاجه اللي ما عجبتنيش في هذه المدينه وتعتبر سبب من اسباب عدم نجاح هذه المدينه انه فيها غير دواوي الشراب، بالكم
فيها غير الخمر، هذا ما كان يعني في المول هدايا تقريبا المحلات اللي هم مفتوحين كامل تاع الخمر، لانه يبيعوا بدون ضريبه. على باليش علاش داروا هذا يبيعوا الخمر بدون ضريبه، ولكن كلهم هم يسكروا في المطاعم في المولات. تخيلوا معي انكم تدخلوا مركز تجاري مهجور، مركز تجاري صارفين عليه دراهم بزاف بزاف كبار، كل حوانت مغلوقين، يعني كاين زوج ولا ثلاث محلات تلقاهم مفتوحين، يعني بين هذه المدينه صرفوا عليها دراهم بزاف بزاف كبار. دوك السيد عطاس خلعني يا محينك المفيد. دوك انا مول المول منا نسيو نطلعوا منا نشوفوا واش كاين واش ما كاينش، حاسب اللي دوك يعيطوا لي لا سيكوريتي. دوك راك راح يوسمك، ارجع ارجع تشوف المهجور تاعهم. شوفوا اخوتي محل مغلق وبين باللي عنده بزاف هو مغلق، شوفوا كيفاش راه مصدق، وشوفوا راهو داخل الماتيريال تاعو كلش ولكن مهجور. شوفوا الدرجة بلي مهجور، انو الكاس تاع القهوة مازال محطوط. شوف راهو مبني كلش، راهو مبني كلش ما يخصو والو ولكن مغلق. باش اسكو راكم تشوفوا الداخل ماكمش تشوفوا الكراسي كيفاش راه، خايف يخرج عليا غير كاش جنة. انا حاب نعرف هذا الطابوري واش جابو لنا، يا طابوري واش جابك هنايا، قصي زيد نطلع ايطاج واحد اخر. يا ربي يا ربي. جل عجبتني لهنا في هذا المركز التجاري، شوف البنايات من الفوق طلعت الفوقه كامل دايرينو كامل بالطاقة الشمسية يمشي. هذا هو الاستثمار ولكن مهجور لي ما دفع فيها والو، وني خايف برك يخرج عليا كاش جنيون. اباك ولي يخرج لي جنيون. اوب 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 هرب قاري تبيل. نمو نهبطو منا. وفور السيتي مازالها كبيرة، يعني كيما راكم تشوفوا البنايات هذوك اللي راهم منها مقابلنا دوك ثانيك فور السيتي. تقول لي بروجي كيما هذا طوني لو تبنى وكلش راهو مهجور نهائيا، فيها إن كبيرة مش هذيك إن صغيرة. والآن بعد ما خرجنا من المركز التجاري هذا دوكا خصنا نمشوا في هذا لاكورنيش، تدخل داك موطو منا. أنا رايحين ونكتشفوا خوتي، أنا بديت نايا باسكو سخانة بدات تأثر فيا بزاف بزاف. أوه خصني دوكا نروح نفطر، راهي 11 ربع. جماعة الخير هذه مدينة مهجورة صح عندكم الحق، ولكن شوش لقيت متاهة. ندخلوا في متاهة، وهذه نورمالمون يعمروها بالماء زعما يجوا يفرغوها لك تحت راسك بالماء. زعما المتاهة نقدروا لها ولا ما نقدرولهاش؟ وين الخرجة؟ نروحوا هكدا ومن بعد نزيدوا نمشوا هكا. وليت طفل صغير درك على بالك، اللي ما لعبتهاش في صغري جامي دخلت متاهة في صغري. راح ندخل دوكا. لا مالا خرجتها منا خرجتها منا. مدينة بزاف بزاف شابة، لازم تجوا مويز لازم تجوا ليها، ما كاش منها ما تجوش ليها. الله يبارك، شوفوا داير لهم العاب مائيه. شوف شوف انا تمشي باش ما تطيح. شنو هذا فقمت سبحان الله، هذه ماشي تاع صح يا ربي، بانو تاع صح. واش هي مكتوبه لهنا؟ ورني هم دايرين لو كان تشرب 500 رينغيت تخلص. راهمنا 500 رينغيت زوج ملايين، ماشي فقط مدينه، مدينه فيها فنادق، فيها منتجعات، فيها مراكز تجاريه، فيها حدائق، حدائق مائيه وين يلعبوا دراري. شو شو حتى الكرابوكي. او لا لا كاين هاد القوارب هادو ما يكروهمش، راه واحد يضرب فيهم تورنا. والله راه يتبان لي في عمى في هاد السخانه، الله غالب ما عنديش شورت باش نعوم، هذا هو المشكل. والان وصلنا لاحد النوادي الليليه ولا حانات والله ما على باليش واش يسموها كامل، ولكن مهجوره. راح ندخلوا ليها ونشوفوا. الحاجة الأولى اللي تقابلناها هذيك الماركة تاع الخمرة هذيك اللي ما نذكروش اسمها، ربي عافينا إن شاء الله منها. كيما راكم تشوفوا الماتريال، الماتريال حاطينه لهنا، واحد ما يدنا، واحد ما يسرق. كيما راكم تشوفوا الناس وين تريح، البحر قدامك، وهنا وين الكراسة، حالة مهجورة، ما كاين حتى واحد. هذا ربي ما رضاش عليهم على بالكم، باسكو هذه المدينة دايرين باللي الضريبة على الخمر 0%، يعني كي تشري الخمر لهنا تشريه بدون ضريبة. هذا علاش مدينة متطورة، مدينة ذكية، ولات مدينة معزولة، مدينة مهجورة ما تلقى فيها حتى واحد. راكم تحسوا بيا هذه سخانة اللي هاي في راسي ولا ماكمش تحسوا؟ هاي كاينة بلاصة ليها، نروحوا نسخلوا ليها في الظليلة، شوية نهضر معكم نفهمكم علاش سبب افلاس تحدي المدينه، ومن بعد نروحو نتوجهو نفطرو ديريكتومون. يلا بينا.
الأسباب الأولية والله واش كانوا يقولوا على سبب فشل هذا المشروع هو أنه فترة الكوفيد والله فترة الكورونا أثرت بزاف على هذا المشروع خاصة المادية، ولكن ليس هذا هو السبب الرئيسي لفشل هذا المشروع، والله ما قدرش نقولوا عليه فشل لأنه مازال ما فشلش. دوك نقول لكم علاش. هذا المشروع اللي بدأ عام 2006، أنا نتكلموا على مشروع تاع مدينة كاملة، مدينة متطورة خضراء تجمع بين البيئة والتكنولوجيا في الوقت نفسه. بخلاف الوحدات السكنية اللي راكم تشوفوا فيها، يوجد منتجعات، يوجد مراكز تجارية، يوجد مدارس، يوجد حتى جامعات، يوجد حتى حدائق. المهم هذه المدينة اللي تتوفر على كلش، هذه مدينة تقدر تقول مدينة ذكية. ولكن السبب تاع فشل هذا المشروع هو أنه ما تفهمتش ماليزيا مع الصين. راح تقولوا لي واش دخل الصين الآن؟ هذه الوحدات السكنية كانوا مخصصين جل الأعمال أغنياء الصين اللي كانوا حابين يستثمروا أموالهم خارج الصين. نتكلموا على الحكومة السابقة لماليزيا اللي كان يرأسها نجيب رزاق، هذا رئيس وزراء ماليزيا. نفتحوا قوس أنه ماليزيا ما عندهاش رئيس، عندها رئيس وزراء نجيب رزاق، هذا اللي كان متفاهم مع الصين ولا داير شراكة مع شركة صينية هو أنه يبنوا وحدة سكنية لرجال أعمال الصين أنه يستثمر أموالهم لهنا في ماليزيا. ولكن مع الأسف الشديد أنه هذا رئيس الوزراء السابق اللي كان واقع في فضيحة فساد، مما أدى إلى دخول رئيس وزراء جديد عام 2016 ولا 2017. هذا رئيس الوزراء الجديد اللي كان رافض فكرة أنه الأجنبي يشري قطعة الأرض لهنا في ماليزيا. كما على بالكم ماليزيا متشدة بزاف في خصوص الإقامات ولا في خصوص الجنسيات، يعني قال لك مستحيل أنه الصيني يجي يشري لي قطعة الأرض لهنا في ماليزيا. كانت تانيك عندهم علاقات متدهورة بين الصين وماليزيا، بأن نحكي على الحكومة الجديدة حاجة بينها، وهذا مما أدى إلى فشل المشروع حاجة بينها. والآن علاش الماليزيين ما يقدروش يشروا هذا المشروع وخلاص؟ هذا المشروع كما قلت لكم مشروع اللي خسروا فيه دراهم ماشي خسروا فيه، اذا فشل خسروا فيه دراهم بزاف، ولكن هذا المشروع اللي صرفوا عليه دراهم بزاف. هذا علاش الماليزيين ما يقدروش يتحملوا تكلفه سكنه لهنا؟ مستحيل. هذا خلى رئيس الوزراء الجديد يعمل خطه ب، الخطه ب انه سمح للمواطنين الماليزيين اللي ساكنين في ماليزيا ولا تقدر تقول اغنياء سنغافوره انه يقدروا يشروا وحدات سكنيه لهنا، يعني عندهم الحق يشروا سكنات لهنا. واش زاد سهلها لهم؟ انه قالهم تقدروا تخدموا في سنغافور وتجوا تعيشوا لهنا، يعني عندك تجي تسكن لهنا، ترقد لهنا، تنوض صباح ديماري خدمتك. وفي عام 2026 ان شاء الله وباذن الله راح تفتح ماليزيا اسرع قطار يربط بين فورست سيتي سنغافور، وهذا اللي راح يسهل لهم الامور كثير كثير. كما على بالكم سنغافور غاليه بزاف بزاف، هي بلد متطور حاجه باينه، ولكن ماليزيا لهنا تعتبر ارخص. راح يدي الطمع تاع السنغافوريين، ولكن السنغافوريين ما شكيتش راح ينجح هذا المشروع لانه سمعوا باللي انه هذه المدينه اصبحت مدينه اشباح. جينا لهذا المطعم لقيت فيها تشيكن برجر راهي سخانه شريكي ما نحكي لكمش. الو جود ثانكيو. جاي الطالب تاعنا بروبليم انه ما مدوا لي حتى صوص، هاك حتى صوص ني كاتشاب ني مايونيز ني والو تسمى فريت مسوسة فريت تاعي تاع الداخل لو كان طيبتها في الدار تاعي يبان بلي قديم، شوف الخبز تاعو يبان بلي قديم. تا يصلح انت شوفوا لهنا انه القطارات هادو يمشي وحدهم من كثرة الصحراء مهجورة شريك الحالة، كاين حتى واحد لداخل ولا واحد. شوف خايف لو كان زيد نافونسي يلقى السائق وما كاش ولد عربات فارغه الدار. المهم هذا المشروع اللي كان عنده توقعات بزاف بانه راح ينجح لانه الموقع تاعو جاي امام سنغافوره، سنغافوره من اغنى الدول وزيدوا صرفوا عليه 100 مليار دولار، عباكم شمعتها 100 مليار دولار، ولكن مع الاسف الشديد انه خدموا المشروع هذا ولكن ما نجحش. مع الاسف الشديد ولا دوكا قبله كما نقولوا احنا بالعاميه لدعاوي الشر، يعني يجيو لهنا فقط باش يشربوا الخمر. ها قدام لا سيكوريتي لهنا هم يشربوا الخمر لهنا. شوفوا باش تعرفوا الماليزيين صح يحبوا بلادهم وصح يحبوا يخدموا بلادهم انه الشجره يتهلاو فيها، دايرين يهتنوا بالشجره. شوفوا الشجره باش ما تميلش دايرين هالي سيبور، شوفوا مبرونشين يعني ماشي غير هذه الشجر كامل، الشجر كامل راهم دايرينهم لي سيبور باش ما يميلوش للطريق، باسكو لو كان يميلوا للطريق الطوموبيلات ما يقدروش يجوزوا. كي تكون تمشي في هذه المدينه تستخلوها والله تستخلوها وحدك وحدك. انا متمني نسكن في بلاصه هكا تكون كالم شريكي، ما كاش غاشي بزاف، الامن والامان لهنا، يعني مخلي الموطو تاعو نايضه.
حاجه اللي عجبتني صح في التطور تاع ماليزيا والله في هذه المدينه الذكيه، انه في نوض صباح قهوه شريكي تهبط تشارجي طوموبيل تاعك الكتريك حاجه باينه، بلا ما تروح للمحطه تاعك وتشارجي الطوموبيل تاعك وتوكل على ربي كل المغلقه. علاش مغلقه؟ للمولى شوف كابس الناس المغلوقين، تسموها مدينه الغابه ياك. شوفوا الشجر كيفاش استعمروا البنايه، الكراج ما ولاش يبان. فورست سيتي سكنتها الغابه، طبيعه سكنتها من الاخر، واش داوها يسموها فورست سيتي. شوف شوف كميه الاعشاب اللي داو خلاص احتلوها شريكي. كاينين شويه سكان لهنا ماشي ما كاش. واش حبيت نقول لكم ثاني، هذا المشروع اللي كانوا متوقعين انه يسلموه في 2035، يعني المهله تاعو مازال ما خلصتش، هذا هو المشكل. رانا الان في 2023 والمشروع مازال ديري تاعو ما خلصش، هذا هو المشكل. يعني بالك فيها خير يلقاو حل لهذه المدينه ان شاء الله، ما تروحش خساره هكذا كما راكم تشوفوا. انا نجولوا هنايا، راكم تلاحظوا حاجه انه كي راني نمشي راكم تسمعوا صوت الغراب هذايا برصا اسمع كاش كاش حس غير انا اللي راني نهضر. هذه ايماجيني بناوها في الجزائر، انا مش كيتشي اجروها في الجزائر نسكنوها بالسيف يا محيلك. الى هنا وصلنا لنهايه حلقه نهار اليوم. هذه المدينه تعلمنا حاجه خاصه، انه حتى ويكون عندك مال الدنيا ما تقدرش تبني العالم الخاص بك. هذا يخلينا نحمد ربي صباح وعشيه على النعم اللي راهو رزقنا بها، ونقنعوا بالخيرات كامل اللي راهم عندنا في هذه الدنيا، لانه القناعه كنز لا يفنى. شكرا على المشاهده وسلام. يلا نروح.